يا مرحب يا مرحب، يعني ما اتشرف بيكم دايما. صدقنا لقينا لقاح لكورونا طلع لنا نباه في نباه الخط كده. يعني خلي ده موضوع هنجيله عشان هو موضوع مهم، وطبعا زي ما اسماك بتقول شائعات، في الغالب هي شائعات لانه ما بقاش جائحة يعني. لكن عايزه اتكلم الاول عن كورونا والوصول للقاح، ومصر ما كانتش متفرج ولا مشجع، دي كانت لاعب اساسي في الموضوع وشاركت في البحث العلمي. ايه مستوى البحث العلمي عندنا ومشاركة مصر في البحث العلمي اللي حصل على وجود لقاحات للكورونا؟ لا، وزي ما حضرتك تفضلتي وذكرت، هل احنا قادرين او هل عندنا قدرات بحثيه وعلماء وباحثين يقدروا يعملوا الكلام ده او يصنعوه؟ احنا خلينا نتكلم بالواقع. بالظبط. انا هضرب لكم مثال. انا لما كنت رئيس مركز قومي للبحوث كانوا سنه 2005 2006 ظهرت مشكله انفلونزا الطيور. في الوقت ده انا شكلت فريق بحثي، عندنا اساتذه في المركز متخصصين في الفيروسات والكلام ده. ازاي نواجه المشكله؟ وفعلا اشتغلنا وانشانا معمل للفيروسات في الوقت ده، وقدر هذا الفريق البحثي اللي كانوا من الشباب معظمهم انه يتوصل للقاح لانفلونزا الطيور، وتم تسويقه وبعناه وانتج. احنا اللي صنعناه وانتج. تمام. فاذا احنا عندنا العلماء وعندنا الباحثين وعندنا القدرات البحثيه. فانا بقول لكم حاجه من الواقع. طب هل نفس الفريق البحثي ده مشارك حاليا؟ ايوه. ونفس هذا الفريق دلوقتي بعد ما كبر وعنده امكانيات في مركز قومي للبحوث بيجري ابحاث من بدايه ظهور الجائحه على الكورونا، وخلصوا من المراحل الاولانيه وفي انتظار اجراء المراحل الاكلينيكيه، التجارب يعني جربوه التجربه على الدراسات الاكلينيكيه بس لما ياخدوا الموافقات. يبقى اذا هنا القدرات البحثيه موجوده. طب هل احنا في مصر هل احنا نقدر نصنع؟ ايوه. طب تعالوا نبص، احنا عندنا قلعه في مصر اسمها فاكسيرا اللي هو المصري واللقاح. ايوه حقيقي. احنا على فكره كنا بنصدر لقاحات لافريقيا والدول العربيه. يعني الطعوم اللي كانت بتتعمل في السنين اللي فاتت دي كلها كانت بتتعمل فين؟ في مصر واللقاح. فاذا عندنا الانتاج وعندنا الخبرات اللي تنتج وعندنا الباحثين والعلماء الحمد لله. كمان احنا شاركنا زي ما سيادتك تفضلتي وذكرتي مع الجانب الصيني في التجارب الاولانيه. احنا عندنا يا جماعه باحثين داخل مصر وخارج مصر على اعلى مستويات. طب حضرتك قلت ان احنا كنا بنصدر اللقاحات، يعني احنا داخلين في كنا بنصدر لقاحات الانفلونزا مثلا الموسميه والشلل للاطفال والحاجات القديمه دي، الحاجات دي كلها احنا اللي بنعملها. احنا مش بنطعم اولادنا كل سنه بتوع الطعيم الثلاثي بتاع السعال الديكي هو احنا بنستورد؟ المهم ان نعرف ان ده بايدي مصريه، فالصناعات اللقاحات دي كلها معموله عندنا. عندنا فاكسيرا بتعمل الكلام ده من سنين. عظيم. من سنين، مش احنا من ايه خمس سنين، يا من سنين. دكتور هاني اللي عندنا في الجامعات المصريه اللي بيتخرج منها شباب بيقدروا يعملوا يعني يدخلوا ياخدوا مجالات البحث العلمي دي في مصر؟ طبعا. ايه التخصصات الموجوده عندنا؟ عندنا كل التخصصات حضرتك. الصيدله، الطب البيطري، العلوم، الصيدله، كيمياء، فيزياء، كل العلوم. يعني هو المركز القومي للبحوث مش فيه 15 شعبه بتضم كل الفيزياء والكيمياء العضويه وغير العضويه وابحاث البيئه والصحه والزراعه والاسنان وكل حاجه. فكل دول بيبقوا اوائل خريجين ده في المركز، والباقي احنا عندنا 40 مركز بحث في مصر في الزراعه وفي البيئه وفي الميه وفي الاسكان وكل حاجه.